أشوف في منع تجول والولد حرارته مرتفعة كتير، لازم ناخده على المستشفى. آخ يا أمي محمد، طب أنا شو أعملك يا أمي محمد؟ هينك شايفة حضرة جنابهم عاملين منع تجول، هدول الناس ما بتخاف الله. طيب قل لي شو أسوي؟ روح عملي له كمادات مية باردة، بلكن حرارته نزلت. إيش عمل لك أنا يعني؟ الأكثر من ساعتين بعمل له كمادات مية، لسه حرارته زي ما هي. يا أمي محمد روحي جيبي طشط مية باردة وحط الولد فيه، أنا إيش أعمل لك الحين؟ طيب يا رب ما لنا غيرك يا رب يا رب. آخ يا بلد، آخ بتلاقي الواحد مريض وتعبان وبده يروح على المستشفى عشان يعالج نفسه وما بيسترجي يروح على المستشفى، بتلاقيه جعان هو وأولاده وبده يروح على السوق عشان يشتري ويطعم أولاده وما بيسترجي يروح على السوق. كل هذا عشان ليش؟ عشان حضر جنابهم عاملين منع تجول. آخ يا بلد، آخ. وفي مالك يا مرة صرحتيني؟ الولد حرارته مرتفعة كتير وصار أزرق أزرق، صار لازم ناخده على المستشفى. طب خلص خلص، هات الولد أنا بوديه على المستشفى وانت خليك في البيت. والله غير رجلك يا مرة، أنا راجل وبقدر أدبر حالي، لو لا سمح الله صار إيش بقدر أشوف. لا والله راجل، وأنا أخت رجال وما أخت راجل، شكلك ناسي كمان إنه أنا بنت شهيد واخويا شهيد وعمي شهيد، شكلك ناسي كمان انه انا فلسطينيه والفلسطينيه معروفه بعزتها ونخوتها، والله ما بتتحرك غير رجل على رجلك، يا بنعيش سوا يا بنموت سوا. يا رب مش رح اسمع، والله غير رجل على رجلك. طب خلص ماشي، امرنا لله، ايش نسوي؟ اسمع اخيت سعاد، انا هلقيت رح انزل مشوار على البلد، رح وصلك عند دار عمي وانا راجع باخذ. طيب طيب ماشي يلا امشي. شوف معك تجول سعاد، امشي بسرعه، امشي 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 امشي. شلوم خلوم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا وين رايح؟ رايح على البيت. وانت ما بتعرف انه في منع تجول اليوم، ما حد يطلع برا البيت؟ اي اسمي انا منع تجول هالجيت، وانا شو بعرفني انك مش ارهابي ومش مخرب؟ انت لازم تيجي معك. ليش تيجي معكم؟ اخوي مش ارهابي، انت الارهابي. انت اسكت حبيبي، بكره لما تكبر شوف لك عريسه تتجوز احسن لك. آخ حبيبي، انت بتحكي كلام اكبر منك، وانت كمان لازم تيجي معنا. عقب حبيبي بدي اروح المستشفى، الولد حرارته مرتفعة كتير. وانت ما بتعرف انه في مانع تجول اليوم، ممنوع حد يطلع برا البيت؟ يا عمي ماشي، بس الولد حرارته مرتفعة كتير، لو ضل في البيت راح يموت. ها يموت، ابقى هيك ما ترخاب صغير. اخذ ارهابي ولازم نفتشه. يلا اشلح منديل واشلح جلباب حتى نتاكد انه ما معك حزام نازل، روح فتشها. وقف عندك، اذا بتفكر تمد ايدك عليها بقطع هالك، ابعد هيك. اخا اخا اخريت كل واحد بيتخدى جيش دولة اسرائيل، روح فتشها. وقف عندها، ليش بدك تفتشها؟ مش حرام عليك؟ مش ستة وكذا ترجع قدامها؟ قانون دولة اسرائيل بينوس، على اذا بنشك في حدا لازم نفتشه، اذا ما تعاون معنا بنتخها. قلت لي قانون واحنا عنا قانون.
شو قانونكم؟ قانوننا بيقول اذا بيجي كلب بتهين شرفك ما عليك لا. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 موطني.